صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: افتتح مركز صحي في منطقتنا في العام الماضي، وسيقام احتفال صغير بمناسبة مرور عام على الافتتاح، فهل في ذلك محظور شرعي؟ لتشبه ما كان المسلمون يقيمون مناسبات بمرور الأعوام والسنين على المشاريع وعلى كذا وعلى كذا، هذه كل عادات جلبت إلينا من الخارج. نعم.